ريحتنا اللي تحل العينين كافي خام. رجعنا لكم، تحية للناس كل اللي التحقوا بنا من كل في المتابعة توا، مرحبا. هذه حلقة جديدة من كافي كريم. إذا كان ما خلطوش علينا من الأول، توت لي فيديو تلقاهم على باش فيسبوك كافي كريم عفيف الغربي، سينو لي فيديو نتاع الحلقة كاملة تلقاوها على صفحة كارتاج بلس وإلا على صفحة كاكتوس برودكسيون. باش نطلع في ساعة على الكوجينة نتاعنا. شيف سليم، وينك؟ وين وصلت؟ انا توا ساعه نفكروا سيد المشاهدين، احنا عندنا المنيو بتاعنا فيه سلطه جزيريه، حكينا عليها في الفقره الاولى، هي طماطم مكعبات وفلفل مقلي، وتو نشوفوا الفاح نتاعها، وعندنا مقرونه بالسفن، وتو قاعد نحضر في الريست لوز اصيله تونسيه تتعمل بالسميد الخشين. دونك انا حطيت 300 غرام سميد خشين، الثلث نتاعهم سكر اللي هو 100 غرام، حطيت عليهم خلطتهم زوز مع بعضهم وزدتهم بريسك 10 غرامات خميره نتاع جاتو، خميره كيميائيه، وزدت عليهم شطر كاس حليب و 125 غرام زبده تكون ذايبه، بس سا ديبون نسخنوها نذوبوها بالميكرووند ولا على الغاز رتبنا لا تحرق. خلطتهم الكل مع بعضهم وباش نخليهم يرتاحوا، وحطيت شويه الماء ورد، بتبيع الهريست لوز نتاعنا تجي فيها يا ماء ورد يا عطرشيه، ولا كان تحبوا تحطوا فاني ولا سا ديبون شنو عندكم. انا حطيت ماء ورد وباش نخليها توا ترتاح شويه قبل ما نحطها في الواحد نتاعها الباك افور، ونحطها تيب شويه اخر. يعطيك صحه، عايشك. دونك نرحبوا بعبد الرحمن بن شعبين، التحق بنا. مرحبا عبدو. مرحبا، صباح الانوار فتيات، منورنا. منورات كالعاده. عايشك. دونك في حكايه عبدو اليوم، على شنو باش نحكيوا احنا اليوم؟ باش نحكيوا على شخصيه تونسيه بارزه ومهمه في تاريخ تونس، اللي هو مؤسس الدوله الحسينيه حسين بن علي. تخدم دونك اقعدوا معنا على خاطر فتره مهمه وكانت عندها وقعها على تاريخ تونس ككل. قبل ما نمشيو للتاريخ، باش نمشيو للواقع الجميل نتاعنا، باش نمشيو للفاشن بوليس مع نعيمه شرميتي. دونك نعيمه، فاشن بوليس، شنو اخترت اليوم؟ اليوم اخترت باش نعمل دوره مع بدايه العام الجديد وبدايه الحصص التلفزيه، باش نبداو نديكريبتيو لي لوك نتاع بعض المناشطين ولي زانفيتي. اليوم باش نبدا اخترت حصه اصدقائنا في كارتاج بلوس في اون دو. علاش اخترت الحصه هذه؟ الكونسيبت حلو برشا، يجيبوا فيه عمار جمال الكوارجي، عمار جمال وخالد القربي، دي سيليبريتي من الفن من الانستغرام وكل شيء. عادة نشوفوا احنا الفنانين كي يحضروا تيغي اكاتري بانجل، ما شفناهمش في دي لوك في اطلالات كاجوال وهكا سبورتيفيت شوية. هذاك علاش باش نبداو نشوفوا لي لوك. اخترت لكم هوني مريم الدباغ الانفلونسر، انا نعطيها العالم علامة الكاملة 10/10، عرفت تختار وتمشي مع الدم. باش نقول لكم شنو لبست مريم هوني. مريم لبست ان بانتالون كارغو، هذيك دارج بالكدي بالكدي هنايا، ستيل شوية جوغين، ولبست معها توب نواغ، ولبست معاهم بيرفكتو، مش ظاهر سومونش، ياسر محليه، دونك مزيانة برشا هوني اطلالتها، سوبر سوبر ترندي على الموضة هي وبرونشي، دونك يمشي مع الدم. مريم ان توكا عودتنا في كل اطليله تكون مدروسه برشا، مش اوازاغ، حتى كي راهوها لابسه حاجه سامبل على الاخر راهي الا بيان شوازي. دونك هوني البيس فورت نتاع مريم هما لي باسكيت نتاعها، اللي هما الهاف بوت اللي دارجين 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 على الاخر، وباش نشوفوهم قداش من وحده لبستهم بعدها في الحصه هذيا. دونك مريم تستحق العلامه الكامله، وهي عرفت تختار من المكياج لللوك نتاعها كاجوال
ياسر مزيانه. نمشيو للوك الثاني، اخترت لكم زازا وامنه فخر. زازا كالعاده جات بسويت من علامة رياضية معروفة برشا، وكانت سامبل مع دي جين دي باسكيت. عجبني لوكها، سيف ما فيهوش ريسك. لكن امنة فخر هوني لبست معناها اللوك نتاعها ديجا فيو. انا في بلاصتها امنة شنو نعمل؟ ما شاء الله عليها هي طويلة، نلبس بنطلون طويل، نخلي لي باسكيت ونخلي نبدل البلازير، خاطر هذايا الموديل ديجا فيو، معناها البنات تجيني سكيني سني نبعدوا عليه شويه، خاصه كي يبدا عندنا طول وعندنا مخفوم مزيانه برشا. نلبس تجين مقطع طويل ونلبس معها بومبيرس، نخلي البلازير الاطلاله اخرى افيك دي تالون. انا هوني نحب نقولها امونه راك ديما محليك وكل شيء، ياسر سبور في الدنيا اي تلبس. انا حبيت هوني اللوك يخرج شويه، تلبس تجين صحي، تلبس تجين الجرأة في اي تلبس جين تويل ولا بنطلون عادي، وتزيد بقى بوغ اجوتي دو بيبس، تزيد بومبيرس هكايا، يولي اللوك كاسح شويه. اش قولك عبتو؟ ما عنده حتى تعليق على المواضيع عبتو. نغزر لك نغزر لك كيفاش عامل هكا، خاطر باهي تفضل نستمع مستمع جيد يسمع الكلام تو. نجيو نمشيو للتصويره اللي من بعد. دونك هوني اخترت لكم زوز تصاور، التصاور هذوما شيرين اللجمي اللي تعدت الحلقه الجمعه اللي فاتت، واللي قبلها سيرين ميلاد. هوني شنو يشتركوا؟ يشتركوا في لي باسكيت الهاف بوت اللي البنات الصغيرات الكل توا المراهقات الكل مغرومين به. النوعيه هذيا ياسر ضربة في تونس، وما شاء الله البنات التوانسة معناتها يلبسوا منفتحين. هوني باش نعلق شوية على سيرين ميلاد، ما حبيتش البول نتاعها، حبيت يكون أكثر في التامي، حبيت يكون أكثر سبور. زادة هي كانت تنجم تلبس معاه بومبيرس ولا بومبيرس، أي وي بومبيرس قصيرة ولا سويت ولا سويت صحيت عفيف، هربت من فمي الكلمة سامحني سويت. لكن اللي أنا أخطف أنظاري شوية هو ويلي لبس تيشيرت بيرسوناليزي، وليد اليشري ديما ما شاء الله عليه وكل شيء. شيرين اللجمي لبست حاجتين دو بيس فورت اللي هي السور شوميز اللي هي زاده مواتيتها، ومعها زاده لي باسكيت الهاف بوت هذوما اللي هما قلت لكم ديرجين. دونك نكملوا مع زوز مع اطلاله دليل نهدي اللي ما نحب نعلق عليها زاده، هو عودنا باطلالته الانيقه والرشيقه بالحق. يلبس مليح ما شاء الله عليه دليل، نتقابل معه مرات حتى في حياته العاديه لباس. حبيت نقول هوني عفيف ليميسيون هذه علاش اخترتها، خاطر كلها اطلالات عصريه كاجوال كما قلت، اللي قدموا فيها هما بيدهم يخليوك انت هكا مرتاح، والاختيار نتاع الشخصيات فنانين ولا ممثلين يخليهم على راحتهم. وانا كي جيت ممكن عندهم ستيليست في الحصه نشرت عليهم انهم يلبسوا كما يلبسوا عمار وخا نتاع الحصه معناها صحيت مويتي، على خاطر فما كوره فما حاجات معناها في استوديو يخليهم على راحتهم وفي اطلالات مزيانه. هذه هي الحصه اللي حبيت نقول برافو في الاعداد نجاح العلوي معدة البرنامج، كنت باش نختم بها انا. مجهود كبير خاطر النوعيه نتاع برامج ما كناش نشوفوا فيها، عندها جمهورها وعندها ستيلها في كل شيء، معناها بالشكل وفي المضمون. عفيف حبيت نقول زاد الملابس الرياضيه راهي سني لاموذه من عملاو من الكوفيد ولات لاموذه. كل اللي تحب هكا ما عندهاش برشا وقت باش تحب تبدل، تلبس الملابس الرياضيه نتاعها الباسكيت والحكايات هذوك الكل، وبوغ اجوتي دو بيبس تزيد عليها بيرفكتو مزيانه بلازير هكا ولا سور شوميز تمشي مع الاوتفيت نتاعها، وتهز روحها وتخرج تخدم ولا تقضي امورها. هذه هي كانت الفاشن بوليس تاع اليوم. تحيه كبيره زاده للمخرج اللي هو صاحب الفكره نتاع البرنامج طارق الخضراوي، ورمزي الوسلاتي في الصور، ورمزي الوسلاتي ما ننساوش ديما في الصور الجميله اللي يعطينا دو لا ماتيغ الحقيقه بالنسبه للضيوف اللي يحضروا الكل، وبالنسبه للمنشطين بالنسبه لكل البلاتوات. وان شاء الله بنجاح البرنامج اون دو مش توا التاريخ خليك عبدو ما تعمليش هكا، وعبدو اطلال تعبدو عبدو اسمع الكلام عنده ما يحكي. انا المره اللي فاتت سمعت نعيمه هي حكيت على
الشميز بلانش الشميز بلانش وحكيت على تفصيلها وكذا فانا سمعت الكلام علاش قلت لك انا مستمع جيد قاعده باردور اي وجيت وكلمتها وقلت لها انت بالله فهمني التناسق قالت لي صح عليها تلميذ نجيب حبيتك عبدو يلا باش نشوفوا شنو ما اهم الاخبار اللي موجوده باش نعطيكم بعض العناوين وتقولوا لي تقرا ولا تلوح ونتفاعلوا شويه في لي سوجي داكтуаليتي في تقرا ولا تلوح تقرأ ولا تلوح دونك نبدأ بالعنوان الأولاني مهم برشا وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهي 2 مليون تونسي يعانون من الأمية تصريح هذا كان في شمس FM تقرأ ولا تلوح إيناس نقرأ بيان سور خبر كيما هكا خبر خطير بصراحه خاطر كان اليوم ما زلنا زوز ملايين معناها عانيو من الاميه ماهوش رقم صغير معناها وهنا نتسائلوا شنو الدوله محضره مع كبرنامج معناها للنسبه هذه باش فماش متاح صادم الحقيقة الرقم 60 سنه بعد الاستقلال 2 مليون تونسي صادم ياسر معناها الحقيقه ما والله ما مانيش عارف ثبتوا لنا فيه في فالس ولا خطر بالحق 2 مليون يعني تقريبا سدس التونسيين أمي أمي يعني لا يقرأ لا يكتب يعني بعد يعني مهما صار في المدرسة العمومية لكن حبيت ولكراتة وعنا أكثر من 60 سنة درسوا إجبارية التعليم وثم سن قانونية ما يخرج منها يعني ثم زوز مليون تونسي ما بدخلوش المدرسة يعني يوم الأمي ما دخلوش المدرسة ما قرأوش ما كتبوش أنا الحقيقة من نقرأ لكن برشة تحفظ برشة تحفظ نعم رقم مفزع ما أنا نقول وين برنامج محو الأمية اللي كان تشرف عليه مجموعة من الوزارات قبل 2011 ونتذكر برشة الناس نعرفهم شيء ويقرأوا شيء معناه انخرطوا شيء ما كانوا يمشيوا له المينوريتير أما قلة قليلة أما تصير له حملة كبيرة برشا وفما إقبال عليه الشريحة معينة الحقيقة وين نتذكر البرنامج هدايا كانت عنده نسب أنه قاعد يتقدم لكن البرنامج ما شافش النور بعد 2011 والوزير في عوض يصدمنا بأرقام هكا يعمل حاجة يرجع البرنامج هدايا احنا التصريح اللي خليناه أما أفواغ الانترفيو شو اللي قالوا أكيد وأنه فما رقم يعني 2 مليون أمي ومليون ونص ساعات للعمل وتعقدش مليون فقر متقع بالحقيقة أنا في الأم سيرتو في والنسبة متاع الاستهلاك نسبة الاستهلاك معناها غريبة وذلك 12 مليون الكل والله شيء خوف نمشي لعنوان آخر 1100 مليم أقصى سعر مقترح لبيع البيض في تونس للعموم العنوان هذا حسب موقع إذاعة موزايك دينار ومية الحمد لله دينار ومية أقصى سعر مقترح على عذاب أنفيت هذه مبادرة على القليلة بيه نحدو السعر الأقصى أما ما يلزمش كان في العظم ما كهو يلزم خاطر فما اليوم نراه في برشة معناها برشة برشة أسعار اللي قاعدة ترتفع من غير حتى تنسيق من غير حتى تنسيق معناها حتى مع الدولة ما تكونش غليت في الباقيت وحدها بس ما كان هذي 250 فرنك وليت معناها الباقيت هكيك ما الدولة يلزم تتصدى ويلزم تسعر معناها الأسعار هذه اللي قاعدة ماهيش مضبوطة يا عبدو إلى متى المضاربة والله به انا يعني امس تلقى ب 1350 في البيض ايوه لقيته في بلاصه اخرى في علامه تجاريه معينه ب 980 أيوة. على كل اما تبقى انا نشطر الراي معناها انه اذا اليوم مش خاطر البيض عمل ازمه فهي نحدوا معناها سعر اقصى وبعد لازم نعملوا ازمه في حاجه اخرى باش مش نحدوا كما قلت السباقيين معناها السباقيين والراعيوا فيه الراعيوا فيه الفلاح ولا المنتج والراعيوا فيه زاد القدره الشرائيه عند المستهلك المستهلك نعيمه هو 1100 نقرا اكيد كما كان هو انا سمعت 1180 طلبوا كيف ما قال كل ما تصير ازمه يصير معناتها تصير مضاربه ما فهم احتكار للسلعه وبعديك تخرج 1100 في اول العام ما نعرفوش شنو الزيادات الاخرى اللي باش تجي الحقيقه وين ننبه على المواطنين هاكا ب 1100 سعرتها وزاره التجاره ان شاء الله يكون رسمي الاخبار وانا قريته ردوا بالكم اشريوها ب 1100 هو السعر المقترح ها؟ هو اي نجم يكون 1180 لكن ديما تبعوا الاخبار اللي هي صحيحه التسعيره حسب وزاره التجاره عفيف زيد هنا ما ننساوش دور المواطن انه كي يلقى حاجه غليت برشا
بطريقة غير قانونية معناها نجمو نقاطعو خاطر في تونس لازم تولي عنا ثقافة المقاطعة يشري بلا برشا نجمو نصديو الظواهر هذيا يقولك تو تتقاطع ما غير نذكرو موقعة الفارينة والسميد بتاع الكونفينمون الأولى خلينا نمشي لعنوان آخر. الرئيس الفرنسي يتوعد الذين لم يقوموا بالتلقيح بتنغيص حياتهم ومنعهم من دخول المطاعم والمقاهي والأماكن العامة. إذا العنوان نقراوه على موقع ديوانا فاما صراحة شفتوا شيء مؤسف الحق على خاطر ما يعتذر من بعد أي أقل شيء نجم يعملوا أنه يعتذر خاطر ما هوش معناه في معناه ما ينجمو ما يلزمش يقول يحكي بالطريقة هذه إنسان مسؤول في الدولة يعني رئيس يقول له مش نمرر لكم عيشتكم ما صارت في ألمانيا لكن الإجراء يعني طب يعني اقترح الإجراءات وكذا المطلوب انك مثلا تقول انه اللي ما لقحش مش باش يدخل البلاصه الفلاني اما انه نغسوا عيشتهم ونمرروا حياتهم ماشي تاع خطاب معناها رسمي معناها نعم التلقيح باقي ما بين الرفض وال طبعا ضد اللي قالوا ما يجيش من الرئيس انا ما تعرفوني ضد الحكايه هذه معناها با سانيتير والتلقيح باش تمشي القهوه وباش تدخل ريستوران مانيش ماشيه وما نمشي حتى البلاصه ومانيش مسافره وباش نقعد في داري فوالا ممتاز كل شيء قرار في هذا اي فوالا اما مش تقول لي انا ما نمشيش القهوه با سانيتير معناها وين وصلنا معني مانيش مصدقه هنا في 2022 اني نوصل الناس يمنعوني باش نمشي الريستوران ولا حريه التنقل نتاعي كي تلقى انت فما بورسنتاج مهم برشا نتاع ناس ما لقحتش لا المشكل انه ما صارتش حملات فوالا 17000 اللي توفوا عاملين وقتها نحكي في العالم اجمع اي معناها حتى شنو المآسي اللي عشناهم عاملين ما لازمناش ننساوهم وانه وصلنا نلوجوا على نفس اكسجين عبيد تشويت في اقاربها دونك هذا كل ما ننساوش كنا نتمناو في التلقيح تذكر معايا انت في حمله التلقيح وين التلقيح وعملنا الحمله الكل مع بعضنا دونك تو التلقيح موجود وما نمشيوش نلقحوا زيد راهو بون نختموا بعنوان جميل نقراو على صحيفه الامارات اليوم المراه التونسيه الاجمل عربيا والسادسه عالميا نقرا يجب بارتاج بالطبيعه وبيان سور ونأكدوا المراه التونسيه مزيانه بكل شيء بثقافتها بحقوقها بكل شيء كل شيء يا عبدو عندك منع يسرح لن ولن يحصل المساله ماهيش هكا انا عندي ديما يعني يعني الجمال مثلا كيفاش نحكيو على شويه على الفقر لا خليني نكمل لك خليني نكمل لك مش نحكيو على الفقر على الاميه هذوما في يعني فيهم يعني حاجات علميه وسائل علميه نفهموا بهم تبقى الجمال هو في الاخر جمال نسبي وانا بطبيعه الحال ضم صوتي لصوت جريده الامارات ونقول انا متغشى مش السادسه عالميا مش السلوله عالميا فقط لا غير صحيح انا وبارك ونزغرت وديما المراه التونسيه بالحق مزينه برشا شكلا ومضمونا وان شاء الله ديما هكا منورين التونسيات بالله عندي ملاحظه صغيره بركه شنو عندي ملاحظه اللي يعمل مثلا الترتيب هذا العالمي شنو شعوره كي حط دوله 190 في الجمال معناها كنساء تاع الدوله 120 يزمو يرتب هكا هو هذوكم تقولوا ندخلوا نلوج رقم 190 و98 شكون؟ شو خرجوهم ابشع نساء في العالم هذا بالحقيقه باهي وقيت ظهر لي توا باش نمشيو لحكايات عبدو كي تعبدوا دونك باش نحكيو على الفتره بدايه نتاع الدوله الحسينيه تاسيس الدوله الحسينيه حقيقه كي نحكيو على الدوله الحسينيه نحكيو على دوله يعني سلاله حكمت تونس تقريبا 252 سنه من 1705 الى سنه 1957 25 جويلية التاسيس يعني اعلان الجمهوريه هنا نتحدث على السلاله او الحسينيه او الحكم الحسيني المؤسس الحكم هذايا هو الشخصيه اللي نخدموا عليها اللي هو حسين بن علي هو ينتمي إلى عائلة تركية أب تركي جاء لتونس في وقت الـ يعني قدوم العثمانيين اشتغل في بلاط المراديين وكانت أمه أم تونسية من قبيلة شيرن اللي هي قبيلة معروفة في الكاف وإذن هو كرغولي وهذا اللي مش يساهم فيما بعد
في قدرته على أنه يفرض حكمه ويدعم مملكته في تونس. انتقل تقريبا إلى تولد في 1675، انتقل إلى تونس، اشتغل في بلاط المراديين مع مراد الثالث، ثم بعد مقتل مراد الثالث اللي هذا إن شاء الله نتناولوه حتى هو لأنه شخصية زادة جدالية في التاريخ التونسي الحديث، اشتغل عند إبراهيم الشريف كهية بدار الباشا. لكن إبراهيم الشريف كان دخل في حرب مع الجزائريين وتم أسره. وقت اللي تم أسره التوانسة خافوا، يعني الأهالي قالوا شكون بينا، فكيفاش مش يعني ما عندناش ملك احنا ندافعوا بها علينا وهو يدافع بنا عليه. فجابوا السي حسين بن علي نهار 12 جويلية 1705 وقالوا له، يعني فرضوا عليه، هنا الرواية يقول لك فرضوا عليه أن يولي بي وأخذ البيع. حسين بن علي الحقيقة كان شخصية ذكية ياسر، يعني هو المشد الحكم تقريبا وقت الجيش الجزائري، تونس كانت في حرب مع الجزائر، داية الجزائر، الجيش الجزائري تقريبا على أبواب مدينة تونس، فنظم المقاومة واستعمل الحيلة شوية، يعني الدعاية اللي تونا عملوها، فالناس كانت خايفة والجزائريين داية الجزائر جاي، فقال لهم أنه سيدي عبد القادر الجيلاني سوف يحمي تونس. يبدو أن القصة قديمة بتاع الولية على فكرة. حسين بن علي قالوا وقالوا راهو وراني بلاصة فيها مدفع نحاس كبير في بحيرة بن زرت، في بحيرة عفوا تونس، مش يخرج المدفع هذا ونربحوا الجزائريين. القصة بعد انه صار صلح، بعثوا جبهية قال معناها مفاوضات الى غير ذلك. المهم في الاخر انه يعني الجزائريين داية الجزائر عادوا الى الجزائر واستتب الامر لحسين بن علي. حسين بن علي يذكر له اهم حاجة، لانه الفترة قبل حسين بن علي كانوا الاتراك، لكن حسين بن علي يحسب انه قرب العناصر التونسية على الأعيان إلى غير ذلك، وتصدى للعناصر التركية، فهم انه ما تجم تحكم الا ما تلقى توافق مع التوانسة الأهالي إلى غير ذلك، وذي اللي نجح فيه. يذكر له كذلك انجازات على مستوى العمران، على مستوى مثلا في العدل، في العدل حسين بن علي عمل اقام محكمة في قصر باردو، علاش؟ باش يسمع بنفسي شكاوى الاهالي من القياد. كان تعرفوا القياد اش معناه؟ القياد اللي هو توا تقريبا برتبه واري. دونك حسين بن علي في 1740 توفى، قتل وقتله ابن اخيه فيما يسمى، لأن تونس دخلت منذ 1729 في حرب اهليه. الحقيقه القصه بتاع الحرب الاهليه ما نجمش أنا نقولها تولي أنا طويلة، مهمة جدا، لأنه على فكرة يا عفاف ويا بنات الحرب الأهلية اللي صارت عندها توا تقريبا 300 سنة ما زالت إلى حدود الآن عندها تأثيرات على صراعات قبلية جهوية إلى حدود سنة بعد، يعني حدود الآن بعد 300 سنة. دونك أنا خممت أنه تكون وحدها الفتنة البشير الحسينية، ندخلها بالتفاصيل ونفهموا كل جوانبها وتأثيراتها الحالية. يعطيك الصحة عبدو، مهم برشا، تاريخنا غني ويزخر، كل مرة ناخذ حويجة هكا وتهزنا في رحلة كيما هكا. دونك من أولنا نعتقدوا أنه البلاد هذي على صلاحة ومحبية بالأولية بتاعها. هاي صحيحة، وقال لهم معناها قال لهم انصرني عبد القادر الجيلاني ووراني المدفع وين. والناس على فكرة اللي كانوا خايفين وقتها صدقوا تقريبا بو التاريخ قد يعيد نفسه مرتين ولكن في شكل مهزلة. والعروشية اللي هي التوى ممتدة على فكرة، يعني ثم جذور من الفتنة هذيك إلى حدود الآن، يعني ثم على ما نحبش نحرق لكم لكن عاوش أعطيكم فكرة، ثم قبائل، يعني إذا ما زلنا نحكيو على عروشات هك، ثم قبائل الآن مختلفين يقول لك احنا ما نقابلوش الفلاني مع الفلاني، والاخر في الاصل العركه الكل مع من اصطفى مع حسين بن علي، من اصطفى مع من عام 1729 قاعده الرومان وعلى ثم مدن محظوظه ومدن لا توا توا مره جايه نتحدثوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله عبد الحق، رحله عبر التاريخ، برافو عبد، يعطيك الصحه. ميرسي، باش نعملوا طلعه تشوقت انا بالريحه زدت نتاع الماكله معنا الحقيقه. سليم، فكروا سيدة المشاهدين اليوم عندنا انا سلطة الجريان، سلطة زرية اللي فيها الطماطم مقصوصة مكعبات وفيها الفلفل مقلي زادة مقصوصة مكعبات كيفة، ومفوح مش مفوحها بالملح وفلفل اكحل وزيت زيتونة، من بعدوش برشا على الفاح
على تونس، وباش نزيدوها شويه كسبر مقصوص جويد باش نخلطوها معاه باش يسيب الكوم تاعو. وبالنسبه عندنا تو المقرونه، مقرونه بالسفن باش نعملوها، دونك دي مارينا الصوص طومات نتاعنا، حطينا الزيت يسخن، شويه بصل، شويه بصل مقصوص جويد، ثوم مرحي، حطينا عليه طماطم منتوجات وطن القبلي، زدنا مغرفه هريسه نتاع السحليه باش توزوزها، وخلينا وزدنا بالطبيعة مرقناها وحليناها تمشي، حطينا معاهم طومات سوريز وفتفتنا شويه بازيليك فري اللي هو الحبق، حطيناه قصيناه صغير وخليناها تميجوتي تيب على روح. يعطيك صحة شيف. دوك تو نرجع لك من بعد فيغ لافان، تقريبا فطورنا احضر. احنا التحق بينا علي العكرمي اللي هو مختص في تربية الحيوانات، وما جاناش وحده، زيد علي جينا معاه ضيف. مرحبا بك. مرحبا حسين، مرحبا بكم. شو اسمه ضيفنا؟ هذا زاك. زاك. دوك زاك وعلي باش نلقاهم في فقرة فيت بلوس.